اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، محمد الجوزي نبدا معك مباشر بمباراه المريخ مع الرابطه كوس التي تغلب فيها المريخ 2-1 على الرابطه. نتحدث في مجريات هذه المباراه ونقلب في ملفات الفريقين. حقيقة المريخ حقق انتصار بهدفين لهدف، يعني الهدف كان في الدقائق المتأخرة عن طريق المدافع صلاح نمر. المريخ كان تقدم بهدف وعادل عن طريق القاني نيسن نازجيل في الشوط الأول، وعادل الرابطة ثم ثاني سجل المريخ هدف الفوز في آخر الدقائق. يعني كان فوز صعب ومثير للمريخ، ويعني بدعم مسيرته في الزحف عن في الصدارة. يعني هو منتظر برضه اجتماع لجنة المسابقات يوم الأحد عشان تقرر بشأن مباراة القمة اللي اتعلقت من قبل الحكم صمال محمد الفاتح، يعني ما كان انتهت بقى. فالمريخ يعني استفاد من الدافع المعنوي وقاتل من اجل الفوز لاخر فرصه رغم سوء ارضيه الملعب. يعني الملعب كوسي للاسف الشديد كان من اجمل الملاعب، لكن الان اصبحت ارضيه المباراه مشاهدناها سيئه جدا. يعني الناس نتمنى انه الاتحادات المحليه تهتم بالملاعب، يعني حتى المريخ ذاته يهتم بملعبه الفتره الجايه. يعني ملعب المريخ برضه اصبح من ارضيته من الارضيات السيئه في السودان. يعني ايضا من المباريات الممتازه امبارح هلال ابيض والخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني خطف فوز قالي بنيران صديقه من هلال الابيض في شمال كردفان في الابيض. حقيقه برضه انتصار كان مهم جدا للخرطوم الوطني، وصعب على منافس شرس، وصعب ظل ينافسه على التمثيل الخارجي. يعني الخرطوم الوطني في 3 مواسم اول 4 مواسم الابيض كان هو بفوز بالتمثيل البطاقه الافريقيه بجانب اهلي شندي. الخرطوم الوطني عاد بعد 3 سنوات الموسم ده للتمثيل الخارجي في الكونفدراليه، وخرج من التمهيد من الدور الثاني، يعني مش التمهيدي. لكن دي حاجه يعني انتصار مهم بالنسبه للفريق وللمدرب ابراهيم، برضه من ناحيه معنويه جدا لابراهيم البركات عاطفيه لانه درب الابيض 3 سنوات و3 مواسم، وامبارح انتصر عليه بهدف. يعني كانت مباراه يعني فيها نوع من المشاعر الجميلة تجاه نادي سابق ونادي جديد انت بتشرف عليه، فانتصار مهم جدا للخرطوم الوطني. يعني اها محمد جزول، على ذكرك للارضيات وارضيات الملاعب سواء كان في الخرطوم هنا المركز او في ولايه السودان، ذكرت ان يتم الاهتمام بها اكبر، خاصه في الفتره الفائته شهدنا لجان مختلفه من الاتحاد جاءت لتفقد احوال جوهر الزرقاء والساد الخرطوم ايضا تقريبا ساد المريخ. لو تحدثنا عن تاهيل الجوهره الزرقاء التي كانت تنقص معدات الاضاءه، يعني كثير جدا من تاجيل المباريات، نتحدث عن هذا التاهيل. هو طبعا الكاف ارسل المفروض محمد جريميد الليبيس الاسبوع اللي فات، الجمعه اللي فاتت كان سجل. طبعا المريخ لا، لان المريخ ما مشارك على المستوى الخارجي الافريقي، ما كان ضمن اللي هنا. يعني المريخ كان ممكن هو اضاءته ممتازه جدا، ملعبه يعني من ناحيه تنظيمه ممتاز، لكن كان المريخ مثلا بالارضيه ما، وهو الان يعني خارج الزيارة المندوب الكاف، لانه هو المريخ يعني خرج من التمهيد للكونفدرالي للابطال، فما عنا لك. كان الاهتمام كله بملعب الهلال لانه حيستضيف مباراه مجموعات دوري ابطال افريقيا. بعد ذاك نعم الاضاءه كانت فيها مشكله، الاضاءه يعني الهلال كان يعني مثل الماضي كان لعب مباراه بالعصر، فالكاف كان عنده ملاحظات انه الاضاءه دي ما جيده. كان في ابراج اضاءه الهلال، ابراج 4 ابراج ما يعني ما بالصوره الممتازه. الهلال قام حط الابراج دي وركب 1600 كشافه صغيره، يعني فحتى ال 1600 رغم الكاف طالب ب 1200، لكن عمل 1600 كشافه وبرضه الاضاءه بقى سيئه. فالهلال بقى نفسه انه لازم يعيد الابراج بيان، يعني حتى امبارح بقى كان في صيانه الابراج برجين، صار البرج الجنوب الغربي والشمال الغربي، واليوم حيضيف حيتم يعني اعاده الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للخدمه عشان الاضاءه تكون كلها جاهزه الملعب من ناحيه الاضاءه. يعني الهلال كان مشكله الهلال اصلا ما في الارضيه، انه ارضيته ملعب الهلال من افضل الارضيات، الجوهره الزرقاء من افضل الارضيات في افريقيا وفي السودان، يعني ارضيته ممتازه جدا. مشكلته كلها كانت في الاضاءه والتامين بالذات، يعني تامين مداخل الجمهور مداخل للملعب. يعني افتكر انه المراقب طالب انه الباب اللي بيودي للملعب يحكسه طريقه الفتح بتاعته، يعني ما يكون فاتح على الجماهير، لا يكون فاتح على الملعب. ده كله كان ملاحظات. وتكلم الهلال بعد ذاك طالب الكاف من دوكاب بدواليب زياده في غرفه الفريق الضيف، غرفه تبديل الملابس، طالب انه في اضاءه، مفتكر انه الدواليب اللي فيها الموجوده في الغرفه غير كافيه، فطالب انه يعني تكون في زياده ليها، يتم في يعني زياده ليها عشان تكون كافيه للفريق. الفريق عنده 12 لاعب، يكون في 5 6 7 في الاجهزه الفنيه، فلازم يكون يعني تقريبا اقل حاجه 30 دولار في الغرفه، دوالب صغيره تحت اللاعبين، يعني خصوصا اغراضهم. ف من باب التامين لهم حقوقهم، يعني عشان كده الهلال تقريبا قام اوفى بكل هذه الملاحظات عشان ما يكون انه هو عنده مباراتين مهمتين مع النجم الساحلي والاهلي المصري في الجولات الرابعه والخامسه. فهو يعني دائما الهلال يكون
في سيف يعني في موضع كويس ما طيب يكون طوال من حال ملاحظات وزيارات من قبل الكاف. طيب نبقى في الهلال ونتكلم عن ساعات الهلال لمباراته امام بلاتينيوم، ويعني كيف تجري عموما الاعداد لهذه المباراه، خصوصا كان في اجتماع للجنه المنظمه لهذه المباراه. اجتماع اللجنة المنظمة اللي يعني التأكيد والتأمين على غياب المباراة. طبعا المباراة هتقام الساعة 9 من مساء الجمعة بملعب الجوهرة الزرقاء، ودير حكام من جامبيا ببكارس قاسم، ده أفضل حكم على مستوى أفريقيا يعني من حكام النخبة في أفريقيا. نعم. الاجتماع الفني هيكون الساعة 12 الظهر في الأكاديمية أو في اتحاد كرة القدم. الهلال استعد بعد يعني بعد مباراة المريخ طوال، الهلال أخذ راحة يوم وبعد ذاك استأنف يعني ما أخذ زمن كثير عشان وما فكر في مباراة القمة والخسارة والأحداث الصاحبة، لأنه مفتكر إنه الجهاز الفني عارف إنه عنده مباراة صعبة محتاج فيها إنه يفوز عشان يخرج بنتيجة إيجابية، على يفوز تقليل يعني التركيز يحقق 3 نقاط، نقاط الأرض هي اللي بتساهم في تأهلك لأي مرحلة في أي بطولة. الهلال بعد ذاك عدل برامج مواعيد التدريبات الساعة 9 ودخل في معسكر مقفول طوال من يوم الأحد، كان في معسكر مقفول لكل اللاعبين ومنتظم كلهم. الهلال تلقى حتى جمهورية تلقى خبر سعيد بعودة المدافع عمار الدمازين، كان الجهاز الفني عمل له مباراة ودية شاركوا فيها مع الأحرار وقدم مستوى جيد وسجل هدف. بعد ذاك حصل يعني حصل على الجهاز الفني حصل على تسجيلات لمباريات بلاتيني والزيمبابوي وشاهده، وبعد ذاك اختار يعني هو خلاص بدأ يختار عليه التمرين الختامي الساعة 7:30 باستاد الهلال بالجوهرة الزرقاء وقل، فخلاص ما في زمن للاستعداد من ناحية نفسية، كان التركيز على الجوانب النفسية أكثر من الناحية البدنية لأنه ما في زمن على التراجع البدني، لكن في مراجعة أخطاء وتهيئة نفسية للاعبين عشان يخرجوا من جو أحداث القمة والخسارة يعني. أها، أحمد جزول، اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب القومي نتحدث برضو عن طبيعة الاستعداد، هم فأتم الاستعداد بالإضافة للاعبين المحليين ممكن يشكلوا نقلة نوعية من خلال مباراة، يعني الاستعداد الكلي بالنسبة للاعبين المشاركين في المنتخب واللاعبين المحليين في فريق الهلال. اكيد طبعا يعني انت كونك تشارك عندك لاعبين كنادي عندك لاعبين مع المنتخب الوطني بتستفيد يعني، لانه اللعب الدولي مع المنتخبات بتلعب مع افضل اللاعبين في مستوى العالم يعني او مستوى القاره، اقول مستوى اي منتخب بيجيب افضل لاعبين في بلده بيحتمل عليهم. الهلال بيستفيد اكيد انه لاعبين خبره كبار يعني، الهلال ممكن هو بيفقد بس نزار حامد او نص نزار حامد لانه ايقاف اجباري. صحيح. سوري ايقاف اجباري من قبل الكاف، يعني هو تعرض للطرد المباشر في مباراه انيمبا النيجيري ذهاب ب 32، قاف في مباراه الاياب وحيغيب المباراه دي، حيعود مباراه الاهلي المصري. والهلال عنده فرصه او الجهاز الفني عنده فرصه يجهز نزار حامد في المباراه حي الوادي نياله حيلعبها عصر الاثنين يوم 2 ديسمبر قبل السفر فجر الثلاثاء الى القاهره، فالاعداد من ناحيه الهلال جاهز جدا يعني. طيب نمر سريعا على مستويات الانديه الممتاز في هذه الجوله، يعني بعد الجوله 11 كان في عدد من المباريات المؤجله، يعني نقف على الروليت ومستويات الانديه ما بين المتذبذب الصاعد والهابط والمستمر يعني في مستواه. الروليت ممكن نتكلم عن انه صداره الامل عبر لحد الان هو مصدر الدوري الممتاز ب 22 نقطه، بعد ذاك بيجي الهلال ب 19 نقطه. التصريح انه احنا تصدرنا ما صدفه. ايوه ما صدفه طبعا، حقق نادي بنتائج وحقق نتائج خارج ملعبه ممتازه جدا وانتصر في مباراه ملعبه كلها، يعني باكد لك انه ممتاز فريق ممتاز جدا، نحييهم كلهم لاعبين وجهاز فني واداره وجماهير. حقيقه الامل بيقدم في مستوى رائع يعني افضل فريق عنده مستوى ثابت الامل عبر، نحيي مدرب الصديق كفاح علي صالح او كفاح صالح، حقيقه بيقدم فريق وبيقدم مجموعه من اللاعبين يعني لاعبين مغبورين قدموا نفسهم واكتشفوا نفسهم وهم اصبحوا حديث الناس، وبدليل انه الفريق في الصداره. بعد ذاك الهلال في المركز الثاني وبيجي المريخ واهلي شندي، وبعد ذاك الهلال الابيض ومريخ الفاشر وحي الوادي نياله يعني الدوري ممكن تقول فيه حي العرب بورسودان برضه تقدم في الترتيب يعني في زي 7 8 انديه مستواها ثابت بتمشي لقدام يعني. افتكر انه حتى الان الاسبوع ال 11 ممتاز يعني مستوى الدوري ممتاز جيد جدا افضل من المواسم السابقه، وفي مرحله بتاع التنافسيه عاليه جدا جدا، التنافس عالي للانديه بدليل انه المصدر الان ما كانت تحدث نادرا. صحيح. خارج فريقي القمه. صحيح. طيب الله يكرمك، عافيه ان شاء الله. لو تكلمنا عن بطوله سيكافا، سيكافا اخترت الاتحاد السوداني لتاكيد المشاركين برضو وسداد الرسل. سيكافا بتبدا يوم 7 ل 19/12 في اوغندا للمنتخبات، المنتخب انه الاتحاد قرر انه يشارك ب منتخب زول في زول يتذكر في زول بيكون بخير ان شاء الله. لا ده بيفهم حبوبات. ايوه في زول يتذكر، احنا بنقول لك في زول يتذكر ان شاء الله ذكرى تكون خير. المنتخب الاتحاد قرر انه يشارك بالمنتخب رديف مو المنتخب الاول يعني، في لاعب يعني كلفوا انه الكابتن محمد موسى وحمد كمال ومعتصم خالد اختاروا لاعبين
كمنتخب رديف يكون نوال المنتخب او داعم له، لاعبين ياخذوا فرصتهم ويكتسبوا خبره بعد الخبره الدوليه من الانديه الممتاز. واختار تقريبا حيختار 20 لاعب عشان يشاركوا في بطوله السكاوبيه وغانا، بينطلق يوم 7 لحد يوم 19. كان اختار من الهلال الحارس محمد النور ابوجا ولاعب الوسط محمد مختار بشير الصغير، لكن الجهاز الفني الهلال رفض وطالب بهم لانه كشفه في القائمه الافريقيه، كشفه الافريقي محدود به ونقص كامل. عشان كده نعم ف من اجل الاعداد يعني محتاجين له. فالمنتخب في النهايه حي يعني داري يختبروه، يعني قبل في 2007 برضه كان اختار المنتخب رديف شارك جوه الكابتن حمد عبد الله مازا في اثيوبيا وشارك وحصل على البطوله، وكان ده قدم لنا اكرم الهادي ومدسر كاريك واحمد الباشا ومحمد احمد بشر، ممكن ده يقدم لنا لاعبين جداد. يعني محمد الجزولي احنا شاكرين جدا لحضورك لكل ما فتنا به من اراء وتحليلات، كتر خيرك. كتر خيركم انتم وناسف لل لا زكام بعد تطلع طوالي امجد حيضيفك ان شاء الله ببلح الصقعي لانه يعني التسويق عالميا كويس. انا شاكرين جدا ومقدرين على وجودك. كتر خيرك احمد ناجي على الرفقه الطيبه. شكرا جزيلا حمزه، شكرا لكل المشاهدين الكرام. حنختم بمشاهد من كاذوقلي حتى نلتقيكم، تقبلوا تحيات فريق العمل الذي ساعدنا ونحن نقول جهدهم والى اللقاء. مع السلامه.